الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بكم مشاهدينا في تغطية جديدة عن الأحوال الجوية والطقس ونهاية لفصل الشتاء مع عودة للارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الفترة القادمة ومع بداية شهر رمضان المبارك. فخلونا نشوف. كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن آخر نماذج خرائط الطقس بتشير لارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، وده خلال الأسبوع الجاري وحتى بداية الأسبوع المقبل بما في ذلك أول أيام شهر رمضان. وتابع شاهين إنه من المتوقع من أول أيام شهر رمضان أن تشهد البلاد طقساً معتدلاً إلى دافئ خلال فترات النهار، على أن تكون الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل. واستكمل إنه حتى الآن لا يوجد ما يدل على وجود أمطار خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، مبشر المواطنين بأن الأجواء لن تكون قارصة البرودة كما شاهدناها في الأيام الماضية، وأن الأجواء ستكون أكثر استقراراً وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال، حيث يكون الطقس مشمساً في فترات النهار مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الليل. وأيضاً استبعدت هيئة الأرصاد الجوية تساقط الأمطار في شهر رمضان على محافظات مصر المختلفة، وده بالرغم من الاضطرابات اللي شهدتها البلاد مع بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء. ونصح شاهين المواطنين بتجنب تخفيف الملابس مع أول أيام شهر رمضان المبارك، خاصة أنه سيكون هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لعشر درجات، وشدد على ضرورة متابعة النشرة الجوية يوميا. ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال شهر رمضان سيكون متقلبا ولا يمكن التنبؤ بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، ولكن الأجواء ستكون مائلة للحرارة نهارا شديدة البرودة ليلا. ووضحت أن الجمعة كان آخر موعد للموجة الباردة في الطقس، وأن سرعات الرياح بدأت بالهدوء، واعتبارا من اليوم سيشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. أيضا أشارت إلى أن هناك زيادة في فترات سطوع الشمس على كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن طقس النهار دافئ على الجمهورية ويظل شديد البرودة في ساعات الليل. وتابعت بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، وتسجل الذروة 28 درجة مئوية للعظمى على كافة أنحاء الجمهورية، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع في الطقس وتغيير نوعية الملابس. ومن جانبها ذكرت الأرصاد أيضا أن درجات الحرارة أول أيام شهر رمضان المبارك ستسجل في القاهرة 34 للعظمى و14 للصغرى، كما ستشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ووضحت أن حالة الطقس ليلاً في أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء. وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة في ذلك الوقت على القاهرة 86 للعظمى و30 للصغرى، والوجه البحري 88 للعظمى و35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و40 للصغرى. وتبلغ نسبة الرطوبة على جنوب سيناء 55 للعظمى و30 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغرى. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لأول أيام شهر رمضان المبارك فستكون على الوجه البحري 34 للعظمى و14 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 24 للعظمى و15 للصغرى، الشرقية ووسط سيناء 32 للعظمى و13 للصغرى، جنوب سيناء 34 للعظمى و19 للصغرى، كما تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد ل 35 للعظمى و15 للصغرى، وجنوب الصعيد 39 للعظمى و17 للصغرى. وبكده تكون انتهت تغطيتنا مشاهدينا الكرام، بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.